تشكل المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالمهرجان الوطني للفيلم مناسبة لاكتشاف المواهب الصاعدة في الإخراج السينمائي. 15 فيلما روائيا قصيرا تم اختيارهم للمشاركة بهذه المسابقة. أبان فيها هؤلاء الشباب عن رؤاهم الإخراجية وعن قدراتهم على الحكي بالصوت والصورة مختلف مدارس هذا النوع السينمائي، كما خلقت لهم المشاركة بهذا المهرجان مناسبة للتعريف بأعمالهم ولتطوير إنتاجاتهم مستقبلا. أنا مسرور جدا بمشاركتي للمرة الثانية في هذا المهرجان الوطني الذي أتاح لي عرض فيلمي أمام محترفي وهوة السينما، ولأكون بجوار المواهب الجديدة بالسينما المغربية. L'intérêt de cette année, surtout qu'on a rentré qui mène l'histoire et le contemporaire. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici. On chouffe, on t'aime les autres aussi. ويعد الفيلم القصير اللبنة الأولى التي يضعها المخرج الشاب في جدار بدايته السينمائية لكونه نوعا روائيا يختزل الوقت في الإنتاج ويختزل الرسالة في متن حكائي سلس، وهو نوع قائم الذات يختلف عن الفيلم الطويل بعدد من المعايير. في المقصيرة هو اللي كيمكنك انك تاخذ داك لو ريكيل وتشوف الوضع السينمائي ديال البلاد ديالك، ومن بعد تعرف فين كيفاش غديماري وكيفاش غادي دير الفيلم الطويل. هو ماشي قنطرة ديال العبور، لانه جنس بوحدو، حتى الكتابة ديالو بوحدو خاصها تكون متناغمة ومتجانسة. دونك التريتمون ديال الكور تري ديفيرون على التريتمون ديال الله. وتمت خلال هذا المهرجان برمجة عروض الأفلام القصيرة قبيل عروض الأفلام الطويلة بمعدل فيلمين أو ثلاث لكل يوم، وسيتم خلال الحفل الختامي للمهرجان الإعلان عن الأعمال الثلاثة المتوجة في المسابقة هذه السنة.